أربعة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، يضافون إلى 12 حالة تركهم الغرق مصابين في جميع أنحاء البلاد في اليوم الأخير فقط. معطيات تدعو للقلق، فمنذ بداية موسم السباحة الحالي بلغ عدد حالات الموت غرقا 18 حالة، ما دفع لانتقادات كبيرة تطال المؤسسات الحكومية التي لا تزيد من الرقابة على الشواطئ المختلفة. الأهل المفروض يبحثوا على أماكن اللي هي أكثر أمان، يبحثوا على شواطئ اللي هي مرخصة. طبعا الشواطئ المرخصة هي منوطة بالدفع. المشكلة هون كمان مشكلة الدولة، بما أنه الشواطئ هي تابعة لكل مواطنين الدولة وهن لازم ينبسطوا فيها ويستعملوها، عشان هيك الدولة هي المفروض تحاول تلاقي حل لكمان الناس اللي ما معها مصاري تقدر تفوت على شواطئ مرخصة، عشان هيك بروحوا ببحثوا على مناطق اللي هي أكثر يعني بعيدة عن الناس وعن الأنظار. يعني سمعنا عنه آخر إشي الأب وبنته منطقة شكيب السلام غرق بمنطقة اللي هي غير مرخصة. هاي أنا بحسب رأيي هي مسؤولية الدولة، شاطئ غير مرخص غير معد للسباحة يغلق، المفروض إغلاقه وتحرير مخالفات لأي إنسان ممكن ينزل على شاطئ اللي هو غير مرخص. النجاة بأعجوبة قد يكون الوصف الأقرب إلى الواقع بعد إسعاف أشخاص تعرضوا للغرق، فإن العامل الأهم في هذه الحالات يكون مدة المكوث في الماء التي قد تؤثر بشكل كبير على نسبة نجاة المعرضين للغرق. كل ما زادت مدة الوقت، كل ما زاد كمية الوقت اللي مكوثه داخل الماء أو تحت الماء، هو كل ما زادت إمكانية الخطر أكثر. كل ما كان إمكانية خروجه أسرع من الماء عن طريق منقذين، كل ما كانت إمكانية نجاته أسرع. طبعا إحنا من ناحية طبية يختلف عندنا الغرق ما بين مياه عذبة وبين مياه مالحة كمان، فإمكانية إنقاذ أي شخص غرق في مياه عذبة هي أكثر من أي إنسان غرق في مياه مالحة مثل البحر في فرق من طبرية مثلا عندنا والبحر. عشان هيك في عندنا كمان هاي نأخذها بعين الاعتبار. تنقسم المسؤولية بين الحذر الملقى على عاتق الأهالي والمستجمين وبين دور المؤسسات الحكومية بوضع يدها على هذه الظاهرة الآخذة بالتفاقم عاما بعد عام، خاصة في فترة الصيف الحار الذي تمتاز من خلاله رياضة السباحة بشعبية كبيرة.